هنالك عالمان قبل 500 عام، أحدهما عناية الله الشيرازي والثاني فتح الله الشيرازي. هذان العالمان ذهبا إلى الهند في ذاك الوقت في عام 910 هجرية، يعني قبل 500 عام تقريبا. كان يحكم الهند حاكم ظالم ناصبي معادي لأهل البيت، يظلم الشيعة ويقتل الشيعة، واسمه إبراهيم شاه. راجعوا كتب التاريخ. هذان العالمان الملا فتح الله والملا عناية الله فكروا ما الذي يعملون، شنو نسوي؟ قالوا أفضل شيء، هو خب ما يمكن التفاهم وياه، هو بعد ميؤوس منه. قالوا أفضل شيء أن نؤثر على أولاده. طبعا هذا العمل مخاطرة، لأنه إذا اكتشف أن هؤلاء من موالي أهل البيت حكمهم الإعدام القطعي الفوري. مخاطرة، إحنا عملنا ما في مخاطر. واحد يسوي مشروع خير هذا ما في مخاطر، واحد يطبع كتاب هذا ما في مخاطر، لكن هذا العمل مخاطرة. فتقربا وتقربا وتقربا حتى أصبح معلما لابنه، ابن الأكبر. هذا الملا فتح الله والملا عناية الله أخذوا يعلمون ابنه باحتياط ودقة، وكل يوم احتمال انكشاف الأمر والإعدام، المخاطرة، إلى أن أنشأ هذا الابن على حب أهل البيت اسمه علي، علي ابن إبراهيم شاه. فنشأ على حب أهل البيت، موالي لأهل البيت. في يوم من الأيام اكتشفت القضية، الشاه افتهم، فأخذ العالمين الملا عناية الله والملا فتح الله وأعدمهما فورا بلا تأخير، إعدام. وأخذ ابنه وبعد إلى قلعة بعيدة في الهند ووضع عليه الحراس والعيون حتى لا يطلع. وفكر في أنه يعهد بالأمر إلى ابنه الأصغر، ابن الأكبر يحذف من الولاية من الحكومة، فأخذ يمهد الأرضية لابنه الأصغر. في اللحظات الأخيرة اكتشف أن ابن الأصغر أيضا من موالي أهل البيت، أيضا من موالي أهل البيت. هسه منو اللي أثر عليه ما أدري، مو مكتوب بالتاريخ. فكلش انزعج وأخذ يفكر ماذا يفعل، فعاجله الأجل ومات. من اللي اعتلى السلطة؟ علي ابن الأكبر اعتلى السلطة، جابوه من ذيش القلعة البعيدة، صار هو الملك، ونشر مذهب أهل البيت في بلاد الهند، ورفع الشهادة الثالثة فوق المآذن، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله. والآن التشيع في الهند، ما أعلم إيش قد أكو من الشيعة، ملايين الشيعة لعله في الهند، جزء كبير يدينون لهذين العالمين، الملا فتح الله والملا عناية الله. حقيقة هؤلاء العلماء تحملوا الآلام. انتوا اقروا كتاب شهداء الفضيلة، شوفوا حقيقة علماء نجد تحملوا من أجل الدعوة إلى الله. كم من الذين قتلوا، وكم من الذين شردوا، وكم من الذين أعدموا، وكم من الذين سجنوا، وكم من الذين جلدوهم بالسياط على ثيابهم، جلدوهم بالسياط حتى التصقت ثيابهم بجلودهم من الدماء. بعدين عندما أخذوا الثوب انقلع الجلد واللحم مع هذا الثوب. الشهيد الأول اللي أخذوه وقتلوه، الشهيد الثاني الذي أخذوه وقتلوه، مئات العلماء والمؤمنين كلهم قتلوا وشردوا ونفوا وعذبوا في سبيل الدعوة إلى الله. إحنا خب ما عدنا هذا الشيء. إحنا الآن واحد إذا يقوم بالدعوة إلى الله، لا
لا في إعدام ولا في قتل ولا في تشريد، شوية تضحية يحتاج، شوية، حتى واحد لا يبخل بهذا المقدار القليل.